النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. العاتق هو المنكب، وهذا يظهر جليا فيما لو كان الإنسان محرما، فتجد أنه يصلي يستر عورته من السرة إلى الركبة، لكنه لا يضع الرداء على كتفيه أو على واحد منهما، وهذا خطأ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. لكن هل تبطل صلاته؟ الجواب الصحيح لا. هل يأثم؟ الصحيح لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين عن الثوب الضيق، قال: إن كان ضيقا فاتزر به، فاكتفى بالاتزار، فدل ذلك على التسامح في هذا الأمر. لكن ليعلم أن بعض العلماء لا يرخص في هذا بل يشدد في ذلك، لكن ما قلته هو رأي الجمهور وتدل عليه الأدلة.